موضوع اهتمام المجتمع المدني في مثل هذه الأحداث خصوصا بالنسبة للمغرب طبعا أبان منذ زمن طويل، والحضارة المغربية والتاريخ المغربي يحدثنا عن هذا، بأن المغاربة جبلوا على هذا التضامن وهذا هذه الهبات الشعبية التلقائية التي طبعا هي عاطفة إنسانية جبل عليها المغاربة من أجل التكافل والتضامن والتآزر. لكن الأساس في هذا الموضوع خصوصا في مثل هذه الأزمات، طبعا نحن ننتقل من محطة إلى أخرى، ونحن الآن ندخل في مرحلة تدبير هذه الأزمات بطرق علمية وعقلانية وواقعية. أنا أقول في هذا الإطار مثل هذه الكوارث التي يصاب أو تصاب بها العديد من الدول عبر العالم، مثل هذه الكوارث تسائل المجتمعات والدول وكذلك المنظمات الدولية وهيئة منظمة الأمم المتحدة. يمكن أن أبدأ بأن هذه الكوارث تسائل أولا المحيط المحلي، وتسائل بعدها المحيط الدولي الإقليمي، وبالتالي تسائل المحيط المجتمع أو المنظمة الدولي. وحينما نتكلم، وسبق للدكتورة فاطمة الزهراء أن تكلمت عن دور سياسي في هذه الأزمات، ففعلا الدور الذي يجب أن يقوم به السياسي في هذه الأزمات عليه له دور كبير في أن نتفادى مثل هذه الكوارث، أو على الأقل أن تكون الخسائر أقل مما نجنيها الآن. وبالتالي فهو هذه الكوارث تسائل المجتمع، وتسائل المجتمع السياسي والمجتمع المدني محليا، وتسائل كذلك الدولة باعتبارها هي الإطار الضامن لأن تكون مثل هذه الكوارث في قبضتها، بمعنى أن تكون للدولة كل الإمكانيات والتجارب والخبرة من أجل احتوائها. وهذا هو التوجه الذي يسير فيه المغرب، خصوصا بعد التوجيهات الملكية السامية التي أشار فيها وأكد فيها للمسؤولين الحكوميين على أساس أن يكون هناك تدبير محكم على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي، بحيث أن يكون هناك احتياطات إنقاذ على المستوى الجهوي تتوفر فيها كل ما يتعلق بإنقاذ الإنسان، سواء على مستوى المؤونة، على مستوى إنقاذ الأرواح، على مستوى التغذية، على مستوى الإيواء. كذلك تسائل هذه الأحداث أو هذه الكوارث الطبيعية على المستوى الدولي المنتظم الدولي، فأين هي هذه المنظمات الدولية وهذا المنتظم الدولي؟ عليه أن يكون له صندوق خاص من أجل مساعدة مثل هذه الكوارث، لكن أن تكون بشكل منتظم ويعتبر حق من حقوق هذه الدول التي تعوزها بعض الإمكانيات. كذلك نحن في شمال إفريقيا نسائل أنفسنا، وخصوصا في منطقة المغرب الكبير، نسائل أنفسنا كيف يمكن أن ندبر مثل هذه الكوارث التي أصابت مثلا المغرب وليبيا الآن، كيف يمكن أن ندبرها نحن لوحدنا، ونحن قادرون في شمال إفريقيا على أساس أن ندبر مثل هذه الكوارث دون الاستعانة بأي طرف آخر خارجي. لكن هذا التمزق الذي تعيشه منطقة شمال إفريقيا هو الذي أدى بنا إلى مثل هذه البحث والنقاش العميق والأحيانا المستحصي إن صح التعبير فيما يتعلق بتفادي مثل هذه الكوارث. وعودا إلى فيما يتعلق بالإعلام ودوره في هذا المجال، خصوصا مع هذه الثورة التكنولوجيا الفظيعة التي أصبح فيها العالم كله مكشوف، يعني أصبح الآن الصراع والحروب تدار إعلاميا على مستوى الفضائيات وعلى مستوى منصات التواصل الاجتماعي، أكثر منها تدار على مستوى الواقع. لذلك
أن كل النشاز وكل الاختلافات القائمة داخل منطقة المغرب الكبير، يعني مغرب الدول المغاربية، هي كانت تصب من بعض الأطراف طبعا، وأقصد هنا جارتنا الشرقية، تصب في الإخلال ببعض التوازنات في هذا المجال، وبالتالي صب أشياء يعني يعني يحتشم الإنسان أن يذكرها في مثل هذه المنصات وفي مثل هذه الندوات، مما سمعنا من جيراننا في الجزائر وتهكمهم على الضحايا، ويعني قاموا بتصرفات لا إنسانية ولا أخلاقية. إذن تسائلنا هذه الأحداث الكارثية الطبيعية أن نكون في وحدة وفي تضامن كلي جماعي في المنطقة بأسرها. وأظن أن المغرب كما قال الأساتذة قبلي أن المغرب أعطى درسا بليغا، وهذا ليس نقوله على مجمل أننا نشكر أنفسنا، ولكن هذه الحقيقة هي نابعة من قلوبي ومن أبجدية الحضارة المغربية وأبجدية الإنسان المغربي الذي جبل على هذا السلوك. هذه التصرفات التي استطاع بعض الإعلاميين أن يخرجوا بهذا الحدث الطبيعي الكارثي من موقعه الإنساني ومن موقعه التكافلي إلى مواقع أخرى لا تخدم مصلحة الإنسان بالدرجة الأولى ولا تخدم مصلحة التنمية بالمنطقة بأسرها، استطاع المغرب بكل هذا التكافل وهذا التضامن وهذه الهبة الملكية الشعبية النادرة أن يكف أو أن يلجم كل هذه الأفواه وهذه الأصوات التي كانت طبعا تصرخ خارج السلم. وهنا لا بد من التركيز مرة أخرى، لأنه نحن طبعا فوجئنا كإعلاميين من زملائنا في الإعلام الفرنسي من أن يعني يسير فيما سارت إليه وسائل الإعلام الجزائرية فيما يتعلق بتغطية هذه الكارثة، وهذا أمر يعني علمنا أشياء كثيرة وعرفنا أكثر على أن الفرنسيين حينما لا يجدون مصلحتهم وحينما لا يجدون ما يمكن به أن يفردوا أنفسهم على المغرب يحاولون أن يشوشوا ويشوهوا سمعة وصورة ما يحدث وما يعني التطور الكبير الذي تسير فيه المملكة. فالمجتمع المغربي قام بدور فعال ودور تلقائي بحيث استطاع أن يقيم نقط تجميع لكل هذه المساعدات، وصارت مسيرات وليس مسيرة واحدة، وإنما استطاعت يعني مشت مسيرات من الشرق والشمال والوسط والغرب والجنوب، من أقاليمنا الصحراوية، من الداخل، من العيون، من بوجدور، من سمارة، من طنطان، من قلميم إلى غير ذلك، ومن طنجة ومن وجدة ومن فاس إلى منطقة الحوز، حتى استطاع الناس هناك أن يعني يتوصلون بكل المؤونة التي يعني يحتاجونها وأكثر. ولذلك مرة أخرى لابد أن أضم صوتي إلى ما قالته الدكتورة فاطمة الزهراء من الدور الأساس للسياسي. فأين كان هذا البرلماني طيل هذه المدة الزمنية الطويلة؟ لم نسمع في قبة البرلمان أن برلمانيا واحدا صرخ وقال يوما ما أن هذه المناطق منكوبة، أن هذه المناطق تحتاج إلى طرق وإلى وإلى وإلى. أين هي هذه الأحزاب السياسية التي لها منتخبيها في هذه الجماعات إلى غير ذلك؟ طبعا شاهدنا ووقفنا على أحداث كثيرة خطيرة من هناك جماعات محلية في هذه الكارثة لم يكن حاضر رئيسها ولا أعضاؤها، وحتى العالم لم ينكس خلال هذه الفاجعة في الوقت الذي المغرب نكس أعلامه لمدة 3 أيام تبقى لتعليمات صاحب الجلالة. كذلك أن هناك لاحظنا ووقفنا على تجهيزات مهمة مثل تراكسات إلى غير ذلك في لدى جماعات وهي متوقفة، لم يتمكن من المواطن من تسخيرها في مثل هذه الفاجعة. إذن السياسي له دور كبير في هذه المحطة، وعليه أن يحاسب، وعلى كل المنتخبين أن يحاسبوا على مثل هذه الفاجعة. ليس طبعا في الحوز
وإنما في باقي المناطق المهمشة في الريف، في مناطق عديدة من الريف، في جبال مدينة تازة، إلى هناك العديد من النواحي لا زالت تعيش نفس الهشاشة التي تعيش هذه المناطق. لذلك أقول أنه يجب وضع استراتيجية شمولية لمثل هذه الكوارث الطبيعية بتوفير المؤونة وتوفير العدة والعتاد وتوفير خزان كبير داخل كل جهة جهة، من أجل أن إذا ما قدر الله وقعت كارثة من هذه الكوارث أن يكون هناك يعني خزان متوفر للإسراع بإمداد هؤلاء الضحايا. كذلك لابد أن تكون النقطة المتعلقة بالجهوية المتقدمة فيما يتعلق بالعدالة المجالية، يجب أن على هذه المناطق أن تعطى لها الاهتمام أكثر من المدن الكبيرة. كما قالت الدكتورة فاطمة الزهراء، يجب مراجعة سياستنا الجهوية فيما يتعلق بهذا الأمر. لذلك لابد من أولا على المستوى الإعلامي أن يكون هناك صحفيون متدربون على تغطية مثل هذه الأزمات، لأن تغطية هذه الأزمات تتطلب مهنية كبيرة فيما يتعلق بنقل الخبر والحدث، ليس مجرد النقل فقط من أجل النقل، ولكن مراعاة الشعور الإنساني ومراجعة القوانين المنظمة لنقل الصورة ونقل الصوت إلى غير ذلك، وبالتالي مراجعة كل هذه الخصوصية التي تتعلق بنقل مثل هذه الأحداث، سواء فيما يتعلق بزلزال المغرب أو بفيضانات ليبيا. لذلك يجب أن يكون هذا الزلزال هو درس بليغ لنا كمغاربة وللسلطات المحلية وللدولة وكذلك لباقي المنطقة برمتها.